مينا لم تكن بالسهلة تضيفها شبيبة بيجاية لرصيدها، وفوز ثان على التوالي وثالث في عمر البطولة. الفوز هذه المرة كان أمام الضيف العنيد محسن التفاوض نجم مقرة. اللقاء في مرحلته الأولى، ورغم أن الفرص والعمل الهجومي كان لأشبال بوسكين بحثا عن هدف السبق، إلا أن هذا الأخير كان من نصيب أشبال عباس، وإثر كرة ثابتة نفذها الشيخ لتجد فراغا دفاعيا اغتنمه زويش واضعا الكرة في الشباك. هدف أربك كثيرا أصحاب الأرض وأظلهم عن التعديل في هذه المرحلة التي انتهت لصالح نجم مقرى. المرحلة الثانية سارت بسيناريو مختلف، أين لعبت جلها في منطقة نجم مقرى لصالح شبيبة بيجاية، وهدف التعديل حملته الدقيقة 54 من إمضاء البديل بهي، محررا بذلك الأنصار الذين طالبوا بالمزيد والفوز. بعد الهدف الآلة الهجومية لرفقاء بن مسعود استعادت ثقتها، وشاهدت الدقيقة 66 هدفا من بايتاش، لكن الحكم أوكي لم يحتسبه بداعي التسلل. عمر اللقاء يتسارع ونلعب الدقائق الإضافية لو بل آخر الثواني، وبينما تحاول التوليفة البجاوية الوصول لشباك شلالي، اللاعب نياتي يعرقل في العمليات وضربة جزاء يعلنها الحكم، إعلان كاد يخرج المباراة عن مسارها، واستغرق التنفيذ قرابة 5 دقائق. برشيش يسجل لكن الحكم يتدخل مرة أخرى ويأمر بإعادة الركلة، قرار لم يلقى استحسان الشبيبة ولا استحسان النجم، ما قاد للاحتجاج مرة أخرى وعرقل مواصلة اللقاء لوقت معتبر، ليعيد برشيش الكرة مسجلا هدف الفوز. ونهاية اللقاء وسط فرحة أنصار شبيبة بيجاية واحتجاج نجم مقرى، هدفين مقابل هدف واحد نتيجة اللقاء. الحمد لله.